هي مرأة دهشة، قالت له يدي لو كنت حيث يعني في جلد يدي، قال لا ألم تذكريها بسوء ما اختبتيهاش؟ قالت له نعم، هي دوك لازم تقر. قالت له نعم، قلت كم زنى هذا الفرج، اتهمتها بالزنا وهي ذيك المرأة بريئة الميتة بريئة. فقال الإمام مالك يجلدوها 40 جلدة، علاه؟ لأنها اتهمتها. فجلدوا المرأة هذيك الغسالة جلدوها 40 جلدة، هم كملوا 40 جلدة ولقيتها تنحات. فهي خلصت في الدنيا، ما دام خلصت في الدنيا خلاص الآخرة راهي. اللي يخلص في الآخرة شكون هو اللي ما خلصش في الدنيا؟ إذا ولهذا قالوا لا يفتى ومالك في المدينة. إذا الميت يخاف منك أنت، لسانك. بعض النساء يغسلوا الرجال كذلك ويخرجوا يهدروا، يا تعرفي كي داير، انا خايتك شتي زراب زراب، يا اخي كي تقولي انت زراب بن عمي، اه خايتي تعرفي فمك كي داير. اتقي الله اتقي الله، هذه اسرار، هذه امانه كانت بين يديك، لا يجوز لا يجوز تحدثي بها. سبحان الله، راهو مات، اذكروا موتاكم بخير، اذكروا موتاكم بخير. اذا فتغسيله تكفينه ودفنه يا إخوان، ودفنه يا إخواني، إذا ويعني الصلاة عليه، والصلاة صلاة الجنازة، صلاة الجنازة يا إخواني، صلاة الجنازة يعني هي 4 تكبيرات، ما فيها لا ركوع ولا سجود. صلاة الجنازة كلها دعاء، لأن الميت محتاج إلى الدعاء، فصلاة الجنازة كلها دعاء، اللهم اغفر له وارحمه، هذا هو أكثر الدعاء على الميت. صلاة الجنازة ما فيها لا ركوع ولا سجود، لكن لازم منها الوضوء، لازم منها الوضوء، ولازم منها الطهارة من الخبث، لابد من ستر العورة واستقبال القبلة. بعض الناس راهم يخرجوا مع الموت للأسف الشديد، كيكون إنسان مشهور وإنسان غني، الناس قاعد تخرج. كيوصلوا للمقبرة بعض الناس ما يصلوش، بعض الناس ما يصلوا، ما هم مواظين ما والو، بصح يحشموا قدام الغاشي. يحشموا قدام الغاشي، ينوضوا يصلوا مع الناس بلا وضوء وبلا يعني. فهذا حرام، هذا حرام. وهذا الميت مسكين علاه تصلي عليه انت بلا وضوء يا اخي؟ علاه علاه يا اخي؟ ما تشكش في رب العالمين؟ سبحان الله. فيا اخي ما تصليش، قول ربي يهديني وخلاص، ودي من الميت هذا العبره. بصح كي تروح تصلي عليه وانت بلا وضوء وتصلي عليه، الشيطان لعب بيك، ما تزيد حتى عبرة، خاطش علاه نافقت. لو كان رجعت الرول وقعدت ماكش مصلي، ماكش من المصلين، وقعدت الرول وتشوف العباد يصلوا والميت قدامهم، وقعدت تدي في الدرس، ما تقولش انا ندير، الله يعين عليك الشيطان، ها هو مات الدم دمعه والو، وترجع من ثم لدارك تروح تتوضا وتبدا الصلاة. بصح كي تصلي صلاة المنافقين تصليها بلا وضوء، تصليها للناس قدام الناس. ولا واحد يصلي ماهوش مستور العورة، كيما امرأة تصلي لي بجيبة، دارت تدلك ديك مشوارتها على راسها وهي دايره جيبها، وتقول لك انا نصلي في صلاه الجنازه، اي ستر العوره، والمراه كلها عوره سبحان الله. اذا فصلاه الجنازه ما فيها لا ركوع ولا سجود، ولكن لابد لها من الطهاره من الحدث ومن القدس، منظور كبير، يكون الانسان طاهر ويكون واضي، ولابد من استقبال القبله، ولابد من ستر العوره، ولابد من كل هذه يعني. اذا لابد كذلك من القيام لها على الانسان القادر عليها يا اخواني ان شاء الله. اذا هذه بالنسبه ان شاء الله لي يعني القضيه. كذلك يا اخواني ان شاء الله يعني اللي حبيت ناكد عليه ان شاء الله باذن الله، هو يا اخواني في قضيه بعد ما يعني نصلوا عليه لابد ان يدفن، لابد ان يدفن هذا الميت هذا يا اخواني. فيدفن الميت، ويعني لابد أن يدفن، لابد أن يرجع إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إحنا عندنا الحريق ناسين راسين، حرام لا يجوز. الميت لابد أن يرجع إلى التراب، لابد أن نرجعوه إلى التراب سبحان الله العظيم، هو أصلنا وإليه نرجع يا إخواني. ومنها يخرج الإنسان، ومنها يخرج الإنسان. لما يوضع الميت في قبره يا إخواني لابد بعد الدفن، لابد بعد الدفن أن نبقى مينيموم دي مينيت، مينيموم دي مينيت يا إخواني، نبقى عند راسه ندعو له، لأن هذه اللحظة المومو هذا سيتا مومو يعني ديفيسيل، يعني سيتا مومو ديفيسيل
c'est un moment où يعني, il va être questionné. إنه موقف يعني السؤال ينزل ملائكة من السماء ينزل ملائكة من السماء باش يوقفان العبد عاود يقعدوه يجلسانه ترجع لها الروح تاعو ترجع في جسده روحه فيسأله الملائكة من ربك ما دينك ما تقول في الذي بعث فيكم إذا كان الإنسان مؤمن ما معنى كان مؤمن ماشي كان عنده له تيتر الإيمان سي با ان تيتر الإيمان ماهوش عباية تلبس الإيمان سي با ان توني كون مي لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كان الإنسان في حياته مؤمن صلاة الجماعة ما تخطيش يعني 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 حدود الله ما يتعداهاش مراقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته عاش على الإيمان حيا على الإيمان ومات على الإيمان ماهوش يقول لك الإيمان في القلب هو قاعد في الكونتوار تاع البار لا هذا كذب الإيمان اللي في القلب هو الإيمان اللي يقول صاحبه نوض تصلي راه وقت الصلاة نوض خاف رب العالمين هذه حرام ما تديرهاش اتقي الله خدم خدمتك نيشان هذا هو الإيمان لا لا يقول لك الإيمان في القلب أنا عارف بلي الإيمان في القلب لكن تصديقه هو الأعمال إذا عاش هذا الإنسان على الإيمان فإذا كان إنسان مؤمن وكانت امرأة مؤمنة فتقول ربي الله La réponse sur la première question, Rabbi Allah, ma dinu, dini al-Islam, ma taqulu fil ladhi bu'itha fikum, fa taqul ashhadu annahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Fa yuftah lahu aw yuftah laha bab ila al-jannah. Wa yusbah qabrha rawdan min riyad al-jannah. Ruhu drukuntum, Allah sahal alaykum. Rahi tatna'am. Wa imma in kana min ahli al-yasar wal-iyad bidah. Man rabbuk? Ah, la adri. ما دينك؟ لا أدري ما تقول في الذي بعث فيكم؟ لا أدري بعض الناس يقعدوا يضحكوا ويسمعوا فيه يقول هكتبها في ورقة وديها معها هيدي لها في ورقة هذا الضحك هذا هو اللي خلى الناس تتهلك يا إخواني هذا الضحك هذا والتمسخير هذا هو اللي غادي يهلكك ابني حياتك يا أخي على الصح قوم إذا ما كنتش تصلي نوض توضى صلي يا أخي إذا ما كنتش تصلي نوض توضى يصلي وخافي رب العالمين واتقي الله سبحانه وتعالى بلك اليوم ولا غدوة سبحان الله قال الله يرحمها شحال من واحدين كانوا البارح يضحكوا اليوم راهم يتغسلوا وينضربوا غادي يندفنوا إذا فالإنسان يستعد يا إخوان إذا فيدخل في قبره فلا بد من البقاء هذا آخر شيء بالنسبة للأحياء هذا آخر شيء بالنسبة للأحياء على الميت يعني أنه يبقى عند راسه بعد الدفن حوالي 10 دقائق يعني يدعو له بالتثبيت اللهم ثبته اللهم ثبته هذا القلب ومن بعد يا إخواني الناس ترجع الورثة يرجعوا والأهل يرجعوا والحباب يرجعوا كل واحد يروح للنظرية الحداد على الميت يا إخواني للداي ساتيوس ترواجور الحداد على الميت للداي ستروجور ما عدا المرأة صوف لفام يعني اللي تبقى يعني مدة الحداد عندها وهي العدة 4 شهور و10 أيام أبار لا فام يا إخواني طول الرست سي 3 جور من بعد 3 أيام خلاص يفوق لا في الغوت فرونس يعني يعني الطريق تاعها فما نقعدوش حازين عام ما نقعدوش حازين 40 يوم الأسبوع والربعين والعام والذكر السنوية كلها هذه حرام بدع ما أنزل الله بها من سلطان يبقى لنا حاجة للميت بعد دفنه والبقاء عند رأسه 10 دقائق قدما يعني تسأل ليبقى لنا في 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 يعني بعده هو الدعاء له الدعاء له سي توس كون دوا اسمه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو يعني علم ينتفع به إذا دفن الميت يا إخواني فحرام علينا هذاك البناء تاع القبور حرام علينا يعني بناء القبور هذاك الرخام وهذاك البني اللي ينزلوا على القبور حرام لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد سبحان الله إذا لا يجوز أن نبني على القبور يا إخوان كما أنه لا يجوز القعود والجلوس على القبر الميت له حرمة حتى هو في قبره إذا صدينيتي سبحان الله له حرمته
فلا يجلس أحدكم على جمرة، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. سبحان الله. إذن فإذا لا يجوز هذا الخام وهذا البني اللي يشوفوا على القبور، هذه يعني لا يجوز. والميت إذا مات وما وصاش وتبرى منها إلى الله سبحانه وتعالى فيعذب في قبره. القبر ما لازمش يطلع فوق لا بلوس دو دي سنتيمتر باش ما يوصلهاش برك الماء ولا يعني تحفره كرمكم الله، يعني الهوام ولا حاجة. إذا كذلك يا إخواني لا يجوز نبش القبر، يعني لابلانيسمون دو لا تومب يا إخواني، نبش القبر، نبش القبر أو نقل رفات إنسان أو نقل رفات، وهذه راح نشوف فيها يعني بعض البدع راح تكثر يا إخواني. فيحرم نبش القبور، لا تومب دو اتر يعني أغادي سول، يعني اون كونفورماسيون، يعني en conformation avec les consignes du prophète عليه الصلاة والسلام. إذن فيحرم يا إخواني يعني يحرم نبش القبر ونقل رفاته. إذا كان الإنسان مدفون خلاص يا إخواني لا يجوز نحن نمشوه ولا نعود ننقلوه بلاصة واحدة أخرى ونخرج أصحابها منها، يعني إلا لضرورة يا إخواني، إلا لضرورة، وهذه الضرورة لابد أن تكون ضرورة أكيدة. فكأن يعني لو كان الدفن واحد وما غسلناش، كان الدفن واحد ونطا يعني ونطا لافي هذا يعني سكونا يعني انتيري، فهذا نخرجوه نحفروه نعاودو نخرجوه نغسلوه، هذه ضرورة أكيدة. سبحان الله العظيم، ضرورة أكيدة. كما أننا لو كان الدفن واحد وما نصلوش عليه نروحوا عند القبر تاعو ونصلوا عليه، لأننا ما صليناش عليه، هذه ضرورة. سبحان الله. إذن فإذا كان يعني تفضي إنسان بدون غسل فهنا يعني نجبده، أما الإنسان إذا كان تكفن وتغسل وصلاه عليه ودفنه فلا يجوز أن نعود ننشو القبر بتاعه يا إخواني. سبحان الله. وكذلك هذا يعني في الحقيقة النقل من بلد إلى بلد كذلك هذه شيء مخالف للسنة. الإنسان يدفن أين مات، نقدر ننقل إنسان من قبر لقبر يعني إذا كان باغي ندوه من مارسي لمكة باغي يدفن فيها، ولا ندوه من مارسي للمدينة، ولا من سوريا للمدينة، ولا من مصر للمدينة، هذا أما الإنسان يدفن وين مات يا إخواني. سبحان الله. أو بيت المقدس، المدينة ولا مكة ولا بيت المقدس، المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا القضية. فلا بد أن يكون للمسلمين مقابرهم يا إخواني، ولا بد أن يكون يعني للمسلمين كذلك إن شاء الله يعني حرمة لأمواتهم، فهذا واجب المسلمين يا إخواني إن شاء الله. إذن لا بد من الانتباه إلى هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. في ظاهرة يا إخواني، في ظاهرة سي بور سا كو جو بارل اوجوردي دو سا، في ظاهرة قالوا لي أنا سألت يا إخواني جي دوموندي اسكو سي دي كونسيسيون، لي كونسيسيون واش هما؟ لي كونسيسيون يا عائلات يشرو ان كونسيسيون. لا كونسيسيون اتو اتر يعني فيها ثلاث قبورة، يعني هو قبر من برا تشوف غير قبر واحد، بصح لتحت كاين ثلاثة تاع القبورة سيباري. القبر الأول يردوا عليه الحجر ويخلوا الآخرين اللي تساع، بعد ما تموت المرأة يعاودوا يدفنوها مع زوجها، بصح سيباري كل واحد دول. هذو يسموهم لي كونسيسيون. فهذا يعني امر جائز في لكن راهم يقولوا لي الاخوه والاخت هذه ومتاكده من الشغل تقول لك راهم الان راهم يحفروا نفس القبر غير قبر واحد، ما فيش سي با ان كونسيسيون ايا، ويديروا داروا الولد مع باباه، والمراه تاعهم اللي هي زوجته وامه قالت لهم كي نموت ديروني معاهم ثلاثه في قبر واحد، ما كان سيباراسيون. فهذا امر يا اخواني ما سمعنا به، هذا أمر ما نرضى به يا إخواني. للميت حرمته، وكل ميت عنده سبحان الله العظيم كل ميت عنده العمل تاعه، وكل ميت يا إخواني وكل ميت يا إخواني سبحان الله كل ميت يا إخواني لازم يكون سيباري لي كونسيسيون سي فيرمي، لأن ندفنهم في نفس القبر فلا. صح معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام
بي تروح للقبر تصيب التصوير المرحوم فلان والصورة تاع المرأة هي ميتة، هي ميتة وتجيك تصويرتها شعرها طويل كي كانت في الصور زعما شعرها طويل وشعرها عريان. يا ابن عمي راه سترها التراب تزيدوا انتم ما تعروها تفوق. يا ستر الله يجازيكم يا اخواني، هذه بدعة سبحان الله. يدلك تصويرته مسكين فوق كي كان صغير. يا ولدي يا اخي هذه بدعة لا يجوز، هذه لا يجوز. تجي تجيب لك مش عارف انا يا بوكي تاع كل سيمانه تروح تدي بوكي تاع ورد تحطها فوقه على هذيك الفان اورو ولا الفان سانك ما صدقتيهاش في سبيل الله تنفعه. يا اخواني سبحان الله. اذا كذلك يا اخواني لابد ان شاء الله نصيحه الاعتناء بالمقبره. الاموات تاعنا يعني ثاني يسالونا هذه ان المقبره تاعنا تكون نقيه، علاه كي نروحوا للقبور تاعنا نصيبهم سبحان الله سامحين فيهم الشو الوسخ لساشي القواطه وين تدخل المقبره تاع تاع النصارى تصيبها كل شيء مسقم الطريق مسكده معدوله سبحان الله كل شيء نظيف وكل شيء سبحان الله. علاش وفاها فايتينها هذوك اموات وهذو مش اموات سبحان الله. اون دوا تو ريسبي اون فار الاموات تاعنا سبحان الله. المقابر لازم تكون نظيفه حافظوا عليها سبحان الله، مسؤوليه الجميع يا اخواني. هذا بالنسبه ان شاء الله نختم يا اخواني بالنسبه لقضيه الماكله هذه الماكله عند الميت. اهل الميت يا اخواني ما نزيدوش نغبنهم. اهل الميت لي جون لا فامي كي زون بيردي لان شير il faut pas qu'on vient encore leur demande de faire à manger. C'est à nous, les voisins, les amis, à la communauté de les prendre en charge pendant 3 jours. هذا يفطرهم، هذا يعشيهم، هذا كذا، 3 أيام أي فض وفض. ماهوش هما مساكين ضاع بيهم ولا ضاعت أمهم، نزيدوا حنايا نحملوهم مصاريف. روح للبوشي، روح جيب القهوة، روح جيب الليموناد، روح جيب الديسير، روح جيب كذا. ولات الموت اليوم بالمشوي. يعني سيرتان يعني الناس يديروا الموت اليوم راه بالمشوي وبالطواجين تاع البرقوق، قلت انا في رمضان. هذه ما عادتش موت. ما من اللي ياكل يتمنى يقول لك اسيدي باغي يزيد يموت واحد اخر. قلت سبحان الله تو دوني لابيتي تو دوني لو بليزير البرقوق والشي عندها عام ماكله الشي. يجي للموت ياكل الشي يقول لك اخويا غير واحد يحب ياخذ يعني ياخذ ما شاء الله نقعدوا ناكلوا الشي. لا يا اخواني سبحان الله لا يجوز هذه الامور. الاكل عند اهل الميت لا يجوز. احنا نديروا لهم الماكله. احنا ما نزيدوش نغبنهم وكي نديروا حاجه نديروها لله سي با دي دات دونون دونون ندير لله كل شيء لله ان شاء الله لله. هذا هو هذوك يتامى بيهم مات الفرنك اللي خلاه سي ليفاج تاعهم ما تاكلوه لهمش ما تخليهمش يروحوا يديروا الديون سبحان الله. اذا فهذه البدعه تاع السبوع وتاع القرايه تاع التربه هذيك ويخلصوهم الناس اللي يخلصوهم على كلام الله هذا لا يجوز يا اخواني. هذه القراءة اللي باش يقراوا ويخلصوا من بعد راهي ما تلحقش الميت سبحان الله. إذا فهذه الماكلة تاع السبوع وتاع الربعين وتاع الذكر السنويات بدعة لا يجوز. إذا عرضوك ما تروحش. إذا عرضوك وراك عارف باللي السبوع ما تروحش. إذا عرضوك وراك عارف باللي تاع الربعين ما تروحش. رضي رب العالمين سبحانه وتعالى سبحان الله. والإنسان المؤمن يا إخواني يحاول يرحم هذا الميت ما تروحش هو مات مسكين وزيد عليه في الذنوب. اذا فلنتقي الله سبحانه وتعالى يا اخواني ان شاء الله. اذا هذا هو الشيء ان شاء الله اللي وفقني الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم الانسان مره ويزور ان شاء الله يزور الاموات ما ينساهمش يا اخواني. يعني دي جون كي جون جامي فيزيتي لي طون تاع لي بارون تاعهم. عنده 7 سنين ملي والديه مات وما راحش شافهم. عنده 10 سنين كاين اللي عنده 20 عام ما دخلش المقبره. هذو هما الوالدين تاعك وصحاب والديك لي زامي دي طون بير.